الحياة فهم. الحياة فهم. زهرة الحياة. الورشة أولاً هي اسمها نحكو بها. الورشة هي موجودة على بنعملوها على 13 معتمدية في جهة القروان. كل مرة نمشي المعتمدين نقابلوا مع شباب كل معتمدية نحكيوا على أهم المشاكل في الجهة. إن نحكي الحلول مع شباب الجهة نشوفوه هو شنو معناتها شنو الأهم الإشكاليات الموجودة وكيفاش نجموا إن نحلوها. إسكو فما دي أنشطة نجموا نشاركوا فيها نخدموها؟ إسكو فما توجه للسلطات إن كجمعية نجموا نتوجهوا لها ولا نحكوا مع السلطات باش نعملوا معهم ضغط؟ إذا فما هدف آخر هو التشبيك ما بين شباب ولاية القيروان. احنا نشوفوا كل معتمدية تخدم واحدة دونك سي لو مومون باش نحاولوا نجموا الشباب هذي إنه هو يتحرك باش يحكي بيئة وإنه يدافع على البيئة. خاطر احنا البيئة بالنسبة لنا هي المحور الأساسي اللي هو مرتبط بجميع الحقوق الأخرى كما الحق في الصحة، الحق في التعليم كما نشوف في التعليم من غير اتجاه في انفيرونمون مسخ ولا حاجة ما نجموش نوفروه. الحق في زادة في البيئة هو مرتبط أساسا بالحق في الصحة. مفهمش بيئة فما بيئة مسخ دونك فما صحة متردية. أنا مش كنت المسالك في الحي هذه في قاعدين تغنى هذه منطقة السواني هي الأسس عليها جلولي. المرة الأولى كي بدت السواني جبت فرنسا قسمت المنطقة ذي بعد توجدت المنطقة كاملة على المنطقة السقوية ذي عين جلولة على العين أصل العين هي القسم عليها السواني ذي 10 بصاجات كل بصاج فيها 10 قطارات فرنسا خدمتها. بعد تطورت المسألة ولت العباد جت حطت معناها خذت نوام وقسموا عملوا بلدية وكذا ما راعنا البايس كل تحسنت ونحن ديما نحن اللي تأسست علينا المنطقة. احنا قعدنا مهم شيء لما مش أول مرة راهو جتنا قنوات برشا كان إذاعات ولا راديون ولا ونحكوا لهم نفس المشاكل ورئيس بلدية ديما نحكوا له هو يقول تابعين الفلاحة الفلاحة تقول تابعينكم أنتم هاكم جيتون أنتم البيئة إن شاء الله تحلونا المشكلة. لا مش البيئة جمعية راني أنتم جمعية جاي نحب نعاون نعرف المشاكل أنا أطرح عليكم مشاكلنا شنو على شباب نتاع ولاقين مشكلة بالحق تروح في الليل مثلا واحد صغير تو نحن نبعدوا 500 متر مثلا على المعتمدي باش نبعد من هنا ها وتبدي من غادي كان درت وراك من البلاد هذه مثلا بصاج يهبط سواني تسكن لهنا من غادي فما كياس يهبط سواني لعباد تسكن معناها باش تروح. حكينا برشا على الاشكاليات اهم الاشكاليات هي اللوناس اللي عندهم اشكاليه مع اللوناس عندهم مشكله في الزده في المنطقه السقويه عندهم فماش حاويات فما زده مشكله الفسقيه مازده موجوده والاشكاليات هذه كلها مربوطه بالسلطه كيفاش البلديه تتفاعل مع الحل مع الاشكاليات هذه لازمها تيجي حل ولازم تكون تقوم بالدور نتاعها. مثلا كنت اتصلنا بالجهات كل مره الاخرانيه جا مندوب الفلاحه وحكينا اغتنم لنا الفرصه رئيس البلدية معناها مرعنا اللي قلنا تحضروا لي مثلا تعملوا لي دوسي شكاية عملنا دوسي وصحت فيه المواطنين الكل برسك متسكنين الكل بعد ما حسيناها تملك علينا موثق تصوير وكل شيء ومنه قلنا وقتها نتذكر اخر حاجة قلنا انتم تتبعوا المنطقة السقوية منطقة محاجرة تتبع الفلاحة كيفاش نحن نتبعوا الفلاحة وندفعوا في الزبلة والخروب وجينا تراكتور البلدية ما جيناش معناها بصفة دورية كما نقولوا شنو تابعين للفلاحة هذي؟ ما المنطقة السقوية هذي كانت في يوم من الأيام تابعة للفلاحة حجر على البلدية اي منطقة سقوية ماشي العباد تبع المنطقة تبع كلها كالكسوة سقوية تو نتبعوا المنطقة البلدية بما أن ندفعوا في معلومة منطقة بلدية ماشي منطقة ريفية مش لا هو قال معناها ما تبعوش تو تراب الكل كالكسوة حضري ولا نيف تقولوا تبع البلدية كيف ليه الفلاحه راهي هذيك كذا لا تهتم بالفلاحه ثاني تبع الفلاحه اما خاطر هنا مثلا يلقوا مشكله وش عندهم حاجه مثلا يحبوا ينظفوا مثلا ما نعرفش واحد يمشي على بسكليت في الليل تبدا شوك هذاك كيما تقصد معناها يعني ينجم واحد مثلا اللي ناره مش بها يضربوا في عينيه مثلا فهمتي هذيك كي تجي مثلا تقطع مشقه قطع الاشواك هذيك تلقى مشكله فلعبوك ما تمسليش فلاح مثلا الحياة فهم الحياة فهم زهرة الحياة.